جنايتنا الأعزاز، أتمنى إن شاء الله الكل يكون بخير. قسم من الأخوة المتابعين جاي يسألون ويقولون البيضة المفطورة شلون نعالجها؟ أكو مرات بيضة تنفطر يعني، أو مرات تدوس عليها الطيرة فتنفطر من أحد الأجناب مالتها. مثل ما تشوف يا حبيبي هسه، مثل ما موضح قدامك، هاي البيضة دايسة عليها الطيرة ومفطورة. بس شنو يا حبيبي، البيضة ما طالع المي مالها، يعني السائل اللي بداخلها ما طالع. يقولون شلون نقدر نعالجها؟ شوف يا حبيبي، البيضة من تنفطر عندك بهاي الطريقة، لا تشيل البيضة وتذبها، هاي البيضة كل شيء ما عليها، راح تعالجها بهاي الطريقة. أكيد الكل عنده طحين بالبيت. شوف يا حبيبي، بهاي الطريقة تخلي طحين شوية بأي كوب عندك أو صحن، تخلي طحين وتخلي وياه مي، يصير شلون العجين. بهاي الطريقة راح تشيل العجين وتخلي على المكان اللي تشوف بيه الفطر، بعدين تخليه ويا البيضة عدل، تظل تمسح بيه بهاي الطريقة لحد ما يصير بمستوى البيضة. بهاي الطريقة، ركز وياي حبيبي، هاي راح تجي وتظل تنفخ عليها لحد ما تنشف، او تريد تخليها 5 دقائق او 10 دقائق، هاي طبعا بعد ما شنو، بعد ما تمسع لها بهاي الطريقة لحد ما تتساوى ويا البيضة، يعني ويا اجناب البيضة البقية. بس اهم شيء يا حبيبي، مثل ما قلت لك، البيضة ما طالع المي اللي بداخلها، يعني بس مفطورة او دايسة عليها الطيرة. وبهاي الطريقة يا حبيبي، اي بيضة عندك مفطورة تقدر تعالجها. مثل ما تشوف يا حبيبي، بهاي الصيغة مثل ما قلت لك، تخلي تنشف، ينشف العجين عليها حتى شنو، تبقى البيضة محافظة على السائل اللي بداخلها، ورا ما تنشف تقدر ترجعها جوا الطيرة. أتمنى يا حبيبي استفاديت من هاي المعلومة، ولا تنسونا بالاشتراك والمتابعة للقناة. تحياتي لكم.